سنان اجت امي. شو بدنا نعمل؟ تعي معي فوتي لجوا. شو عم تستني؟ يلا فوتي اصحك راسي. سنان؟ امي هي روحي هي. يلا يلا ابني لازم نجهز حالنا. ليش؟ لانه اليوم عملت شغله بس من دون ما اسالك. ليك بس متاكده انك رح توافق. شو عملتي؟ ليك وجوز وامه رح ينتقلوا لعنا، يعني تعرف عندهم ديون كتيره والبيت كبير علينا يا روحي، وخالتك زيليش اجرت بيتها للمدير. انت عن جد ما في مثلك يا امي. فرحت معي؟ ايه فرحت. حلو كتير. شو هاد؟ كأنه في صوت بالخزانة؟ ايه ما عم اقدر نام، عم تضل الطقطق. انا برأيي خلينا نغيرها، شو رأيك؟ ايه طيب ماشي منغيرها. يلا انا رايحة وانت كمان زبط امورك. ماشي يلا بس لا تنسي الخزانة. اكيد ابني. ماشي. تعي لهون. تعي. انت منيحة؟ منيحة. اصحيك. اتضايقتي ما هيك؟ ايه كتير شوب. ايه ما استفدتي شي من الهريبة. هربت منه وبالاخير صرت جارته. هيك شي. تفضلوا. اهلا وسهلا. اهلا فيكي. حضرة المدير قدرت توصل لايجي؟ لسه ما قدرت اوصل لها. على الخزانة. بابا فوتي فوتي. لساتها ما عم ترد على تليفونها. سنان وينه؟ ليكو بغرفته فوق. هو آخر واحد طلعت معه وأنا لازم حاكي. بنتي وينها؟ ما بعرف. ليك أنت أكيد بتعرف، أحكي بسرعة وين مخبي بنتي. قلت لك ما بعرف وينها. هذا الموضوع ما فيه مزح. عم أقول لك بنتي وينها. أنا هلأ عم أمرك لأني مديرك. أنت هون مانك مدير وممكن ما تعيط على ابني؟ أستاذ ممكن تهدى؟ ما بكفي بعدتنا عن بعض وجاي تحاسبني؟ شو هالصوت؟ في صوت طلع من جوا. استنى استاذ. استنى استنى استاذ استاذ. ممكن تكون امي؟ تذكرتي هذاك اليوم ما؟ يعني في فاره؟ لحظه لحظه. يي في فاره بالبيت؟ في جردون. يي يي انا كثير بحبه. يلا لحق يلا بسرعه. يلا بسرعه ان شاء الله. قتله جردون كثير كبير. كيف بدك يعني روح قتله؟ اذا كبير معناتها له زمان هون. خليني اشوف الفاره وشوف شو شكلها. لا استاذ استنى يا حضرتك. لا تتركني خليني اشوف. بدي روح شوفها. استنى لو سمحت هلا بنلاقي لها حل. خلص مو مشكله. مين عم يتصل؟ رح اسهر مع رفقاتي الليله. ايجي لساتها ما عم ترد على التليفون. شو قالت؟ بدها ترجع على البيت؟ للأسف بنتي راحت تسهر مع رفقاتها. طيب إذا هيك القصة معناتها لازم تعتذر من سنان على هالموقف. عن جد لا تؤاخذني يا ابني، كانت لحظة غضب، يمكن تجاوزت الحدود هون. ولا يهمك. ماشي طالما انكشفت الحقيقة خلونا نترك الشباب لحالهم. وجوز دير بالك من الفرق، قصدي الجردون. لا تخافي ماما خلص عندي، ما تقلقي. كنت ما عم بقدر نام منيح بسببها والله. هلا بنلاقي لها حل. ايه بس ديروا بالكم منيح. ماشي ماشي خلص عندي. لا تخافي. يلا سكر الباب، سكره أوجوز. يلا سكره بسرعة. يا زلمة قلت خلص انكشفنا لك نشف دمي، خليني اشوف شيء. يا زلمة هالمدير بتحسه جاي من صالة ألعاب وشكله مو شكل مدير. المهم خلصنا منه. منيحة. الحمد لله انه مريت على خير. مين على الباب؟ انا. مين؟ لك انا.
هلأ رح تشفتهم قاعدين تحت وعم يحكوا مع بعضهم، مو شاكين بشي، وبظن المدير راح كمان مانو موجود. وهلأ قالوا لي شو بدنا نعمل؟ شو رح نعمل؟ ما رح نعمل شي، إيجي رح تضل معنا هون. يا أخي عم تشوف سنان، الحيطان رقيقة كتير، أقل صوت رح يطلع مين رح يسمع؟ المدير. وإنت شفته شو عمل؟ الزلمة ما عنده ضمير بنوب. بعتذر عن جد، أنا نسيت، مخي مو معي لأني. عادي، أنت حكيت نفس اللي كنت بدي أحكي. يعني أنت ما شفته كيف كان عم يصرخ من شوي؟ بخشلي طبلة إذني من صوته. مزبوط، هالأجدب ما بيطلع بإيده غير إنه يصرخ. إيجي أنا آسف. بسيطة مو مشكلة، بس سنان أنا برأيي. لا حبيبتي، إيجي قصدي ما في داعي لنفكر، أنت رح تضلي هون. بدي أقول شي، فينا نطلع كلياتنا لبرا ونجدبها على أهلينا. هلأ ما بتعرف، يمكن ما يحكوا شي للمدير ويمكن يساعدونا بهالقصة. أنت هيك شايف؟ رح يساعدونا بس بأحلامك. أكيد لا، هاد مو حل، لازم نفكر بغيره. طيب كيف بدنا نظبط وضعنا هلأ؟ نحن لازم نلاقي حل. كيف يعني؟ يعني أول شي موقع الغرفة مو ظابط. طيب منجيب كل شي منحتاجه لهون؟ منجيب كل الأغراض اللي بدنا ياهن لهون، وما حدا رح يحس. ما هيك فكرة حلوة. لا خالته ملكة رح تحس، هي كتير بتنتبه إذا تغير شي بالبيت. لا أكيد لا، مستحيل. إيجي كل شي رح يكون تمام، لا تخافي، طولي بالك. أنت هيك شايف؟ إيه هيك شايف، لا تشغلي بالك. لسه في سؤال. سؤال؟ مو ملاحظ إنك زودت بالأسئلة؟ سؤال. ليك أخي، طيب شو مشان النومة؟ كيف بدنا ننام نحن الثلاثة بالغرفة؟ هلا هي بسيطة، إيجي رح تنام على التخت وأنا وأنت على الأرض. يعني أنت شو عم تفكر؟ تمام، ضل سؤال واحد. سأل أوجوز، سأل، لأنه شكلك ما رح تخلص اليوم. سأل حبيبي أوجوز، سأل. اللي يا معلم، نحن خمس أشخاص بس ما في غير تواليت واحد. التواليت مشكلة، يعني هي ما فكرنا فيها، بس نحن أكيد رح نحلها بشي طريقة. طبعاً أكيد رح نحلها.